الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوتر؟ الحمد لله رب العالمين. المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان الملك القدوس عقب صلاة الوتر. فإذا فرغ الإنسان من صلاة الوتر فإنه يقول وهو مستقبل للقبلة سبحان الملك القدوس 3 مرات. فيسن للمصلين الاقتداء بهذه السنة، سواء أصلى الإنسان الوتر في جماعة كما يكون في التراويح في رمضان، أو صلاها فرادى في بيته في سائر أيام العام. وهذا لا يكون بين ثنايا بين ركعات التراويح، وإنما يكون بعد الوتر، فإننا لا نعلم ذكرا معينا بين ركعات التراويح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم. ففي الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته في 3. وهذا الحديث حديث سنده جيد إن شاء الله، وقد صححه جمع من العلماء المعاصرين كالإمام الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم رحمهم الله تعالى. فيقولها الإنسان 3 ويرفع صوته في 3 إماما كان أو مأموما. فالخلاصة أنه يستحب أن يقول بعد الوتر 3 مرات سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في 3. وأما رب الملائكة والروح فلا أحفظ فيها شيئا إلى الآن، ولعلنا نراجع بإذن الله عز وجل السنة، لأنها ليست من المحفوظ، لأنها ليست مما أحفظه مما يشرع قوله في هذا الموضع، لكن لا أجزم بذلك إلا بعد مراجعة روايات الحديث وطرقه. وإلا فالذي نحفظه هو أن النبي سلم كان يقول سبحان الملك القدوس يرفع صوته في 3. وأما رب الملائكة والروح فلا أعلمها واردة فيما أحفظه الآن، والله أعلم.